كم تتوقع مجمل الدين الحكومي الأمريكي؟ 10 أم 20 تريليون دولار؟ لا هذا ولا ذاك، إنه يبلغ 35 تريليون دولار وأكثر بقليل. لكن اقتصاد أمريكا ينتظره مستقبل مظلم، فمع انتهاء الانتخابات الرئاسية وإعلان الفائز بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، فكلاهما سيزيد الديون الأمريكية بحلول عام 2035. لكن خطة ترامب الاقتصادية تزيد العجز المالي بمقدار 7 تريليونات و500 مليار دولار حتى عام 2035، وهذا ضعف اقتراح هاريس والذي يزيد العجز بمقدار 3 تريليونات و500 مليار دولار. فخطة ترامب تتضمن وعدا بخفض الضرائب على الأفراد والشركات معا، وتطبيق تعريفات جمركية ثقيلة على السلع المستوردة، وترحيل ملايين المهاجرين، بينما وعدت هاريس بتوسيع الاعتمادات الضريبية للشركات الصغيرة وتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال والإسكان بأسعار معقولة. ولكن الضرائب على الشركات أعلى، والمحصلة قفزات حادة في الدين الأمريكي.